سنة 86 في واحد لطيف كده في أمريكا عمل فكرة لما قرأ في إحصائية إن العلاقات العاطفية بتقل في الفترة ما بين الاحتفال برأس السنة والحاد عيد الحب في شهر فبراير. فقال أنا هعمل عيد في نص الفترة دي علشان يجدد الحب بين الناس. عمل إيه بقى؟ عمل حاجة اسمها اليوم العالمي للعناق، يعني للأحضان. طبعا فكرة غريبة، بس على فكرة في دول كتير في أوروبا بيحتفلوا بيها فعلا، وفي ناس بتلاقيهم في اليوم ده بيحضنوك في الشارع بدون سبب، فجأة تبقى ماشي كده تلاقي حد بيحضنك. طبعا ما ينفعش نحتفل بالعيد ده دلوقتي لأننا في زمن الكورونا، يعني أكيد حياتنا أهم من الكورونا وأهم إننا نجدد عواطفنا. بس القصد من القصة اللي قلناها مش إننا نحتفل بالعيد ده، لكن إننا محتاجين نجدد عواطفنا كل شوية، ونحسس اللي بنحبهم بغلاوتهم عندنا بأي طريقة. وعلشان نعرف إزاي نعمل ده، معانا على التليفون الكاتبة الصحفية مروة فتحي، رئيس قسم المرأة في مجلة روزا اليوسف. أهلا بيكي. اهلا بك يا استاذه منال. سمعتي طبعا اللي انا قلته ده؟ طبعا لو عملناه في مصر هيحصل مصايب سود. في الاول ايه رايك في يوم العناق العالمي بغض النظر اننا في زمن الكورونا؟ يوم العناق العالمي هو المقصود بيه ان احنا نعبر عن مشاعرنا اللي بنحبهم. يعني الست مهما وصلت من مكاسب عمليه او علميه او اقتصاديه، هي يعني محتاجه انها تحس باحتواء الراجل ليها. مهما وصلت لمكاسب فهي مش هتحس بالمكاسب دي لو فقدت الإحساس بالإحتواء، عشان ده شعور غريزي في الأول. الإحتواء بيبقى من خلال إيه؟ إن هو يحسسها إن هو سند ليها، يحترم مشاعرها، يهتم بيها حتى وهو مشغول، يشاركها اهتماماته واهتماماتها، يتفهم طبيعتها، يحتويها. أنا شايفة إن الإحتواء هو أهم من الحب. أكيد، وكلنا محتاجين عناق او احضان، حتى ابننا الصغير او بنتنا الصغيره، الاطفال محتاجين يحسوا بالدفى. الحضن بيقوي المناعه. ايوه، بيقلل من فرص التعرض للفيروسات ونزلات البرد والانفلونزا. ده في الايام العاديه يا جماعه، ها، بعيد عن الكورونا. بيقلل حده الضغط والتوتر، بيقلل من افراز هرمون الكورتيزول اللي هو مسبب للتوتر، بيزيد من افراز هرمون الاكسيتوسين اللي بيساهم في تقليل الضغط العصبي. يعني في مجموعه من الفوائد الصحيه للحضن. الحقيقه وفي راي بيقول ان محتاجين كل شخص يعني على الاقل 8 حضن في اليوم. بالظبط، المفروض ان كمان الدراسه بتقول ان الام والاب المفروض يحضنوا ولادهم على الاقل 8 من 7 ل 8 مرات في اليوم. طبعا في ناس معانا هيقولوا ازاي وامتى؟ هقول لك ازاي. حضرتك لما تصحى كده قبل ما تخرج احضن ولادك، احضن مراتك، اما ترجع احضنهم، اقعد هزر معاهم في الهزار هتحضنهم. الحكايه سهله جدا. الحضن هنا مش مفهوم ان هو الحضن الحضن، ممكن ان انا يعني اطبطب على كتفه، المسه لمسه حانيه، الحاجات دي كلها بتساعد ان هي الطفل ينمو بشكل صحي، بتهدي من نوبات الغضب عنده، بتجعل الطفل ذكي اكتر، بتحميه من الامراض. حتى في حاجه اسمها المناعه النفسيه، اللي هي ايه؟ ممكن الواحد يبقى مريض بس لو عنده مناعه نفسيه يخف من المرض ده حتى لو من غير ادويه، زي مثلا مريض الكانسر، مريض كورونا، ممكن من غير دواء يخف بالمناعه النفسيه، من خلال الطبطبه والربط على الكتف. طبعا ده مهم جدا جدا يا جماعه اللي بيتقال ده، والله مش هزار صدقوني. انا ساعات كده انادي بنتي اقول لها تعالي يا بنت هاتي حضن، وفي حضنها ايه يا مامي بقى والحاجات دي اللي بتتكسف يعني، اقول لها انا محتاجه حضنك على فكره، انا محتاجه حضنك. فايه المانع يا جماعه؟ اي حد جنبه يحضنه، اي حد جنبه يطبطب عليه، اي حد جنبه يقول له شكرا، حد من المقربين طبعا، مش هيصه هي. ها كمان الحضن بيزود الثقه بالنفس، يعني دي حقيقة. انت مثلا عندك انترفيو، عندك الحضن بيزود الثقه بالنفس، بيخليك ان انت اللمسه الحانيه بتفرق. طبعا شكرا الكاتبة الصحفية مروة فتحي، رئيس قسم المرأة في مجلة روزا اليوسف. حبوا بعض، احضنوا حبايبكم، ما تخافوش، ما تتكسفوش. للأسف احنا شعب اتعود على اننا
ما نعرفش نعبر عن مشاعرنا. أرجوكم، أنا شخصيا عانيت من الحكاية دي فترة طويلة لحد ما قلت لأ أنا هعبر عن مشاعري وأقول للي بحبهم أنا بحبكم.